بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو نبدأ بموضوع الكاينتيك انرجي على الروتيشنال موشن. فمن هذا العنوان من نبدأ نفكر كيف أو نربط الإشي بالإشي السابق اللي كان عندنا، واللي كنا نوجد الكاينتيك انرجي لللينير سيستمز أو للأجسام اللي ماشية بطريقة لينير مش روتيشن. طيب لو نوجد للروتيشن في اشتقاق طويل، أنا بتوقع أنه ما في داعي أن نخوض فيه، لأنه عادة لا يسأل عن الاشتقاق بقدر ما أن استخدام القانون. الكاينتيك انرجي بتساوي نص بآي بأوميجا تربيع. هلا أوميجا تربيع أنتوا بتعرفوا شو أوميجا، اللي هي الأنجولار فيلاسيتي. هلا شو آي؟ هاي آي اسمها روتيشنال انرشيا. شو يعني روتيشنال انرشيا؟ وكأنها تقابل الماس، وكأنها تقابل الكتلة، تمام؟ فهذا كمية جديدة. طب كيف ممكن نحسب الروتيشنال انرشيا؟ في طريقتين. لو كان عندي السيستم في أجسام ديسكريت، يعني مثلا هاي هيك جسمين مربوطين مثلا وبلفوا حول أكسس معين هيك، يعني هاي النوع من الأسئلة اللي ممكن نشوفه، فوقتها سيستم تو سيستمز وهذا السلك وكأنه مهمل الكتلة، وقتها بيكون I بتساوي مجموع M بR تربيع، وحيث R هي بعد كل جسم من هاي الأجسام عن مستوى الدوران. فبهاي الحالة R1 بتساوي صفر، R2 بتساوي L، تمام؟ فبنضرب بس M، هاي M1 هاي M2، بنوجدهم، فهيك بنوجد ال I، تمام؟ أما في حالة كان جسم متصل زي هيك مثلا، إنه سلك مثلا متصل وبلف مثلا بشكل معين، فهاي السلك وكأني بدي أحاول أوجد له center of mass عشان أصير أمثله بنقطة واحدة. فإيجاد center of mass لجسم منفصل أو متصل بهاي الحالة، فبدها تصير I اللي له بتساوي مجموع R تربيع DM، ودي أم هاي بنصير نعوضها حسب الشكل اللي عندنا. فهي كيف نتعامل مع هاي الأجسام. أنا بدي أفضل بدي أخلي هذا القانون على جنب، نحاول نشتغل على هذا القانون في مثال أو مثالين نفهم الفكرة 100%، بعدين بنقدر نستخدم القانون الثاني ونشوفه. بس طبعا بتضلكم مذكرين أن وحدة الكاينتيك انرجي هي الجول، تمام؟ فهي فكرة كل هذا السكشن أو سكشن أو تو سكشنز على الموضوع هذا. فإن شاء الله الفيديو الجاي بعطيكم مثال بسيط تشتغلوا عليه وبنفهم الفكرة بشكل واضح. يعطيكم العافية.